استاذ مصطفى، مرحب بيك في قرار 24 ومبارك لك لموسم السابع كاس انرجي. كلمنا عن رحله مشوار، يعني الموسم السابع اكيد كان فيه تحضيرات واستعدادات كتيره جدا. هي الحقيقه نجاح جه تصاعدي من اول موسم لغايه الموسم السابع. اتاثرنا شويه وقت الكورونا بس رجعنا بتقل وبنجاح، والحمد لله فخور بالنتائج بتاعه النهارده. كل فريق العمل تعب عشان نطلع حاجة مشرفة تليق بالناس اللي تعبت في رمضان واجتهدت عشان تطلع حاجة تليق بالفن المصري وتلاقي اعجاب كل جمهور مش المصري، العربي كمان. احنا كمان لجنة التحكيم وفئات كتيرة جدا، قولنا الاختيار كان بيجي ازاي؟ احنا لا نتدخل في الاختيارات ولا في التصويت. التصويت الجمهور كله الكتروني وبيتم مراقبته من فرنسا، لان احنا قناة تابعة لفرنسا. احنا نتورك من 20 من حاجة و30 قناة على مستوى العالم، فاي فوتنج او اي حاجة على السوشيال ميديا بيتم مراقبتها من فرنسا. بالنسبة للجنة التحكيم احنا كادارة لا نتدخل. لجنة التحكيم اسماء كبيرة، اذا كان استاذ علا، استاذ حنان، استاذ خيري، دول اسماء لامعة، لا اقبل ان انا اتدخل في ارائهم، وهم يعني دي حاجه ارائهم الشخصيه احنا نثق فيها تماما. طبعا كاس دراما، مش هنشوف بقى كاس من الموسيقى بقى؟ يعني كل الناس بتسال في السؤال ده. قريب جدا هتسمعوا مفاجاه كبيره قوي خاصه بالمزيكا، حاجه على مستوى العالم. ايه وحده انرجي الفتره الجايه؟ نتوسع البرامج الشبابيه، نختار احنا قناه موجهه للشباب، اثبتنا بالارقام ان احنا القناه رقم واحد الموجهه للشباب، وقناه رقم واحد ذات التفاعل يعني انتراكشن على السوشيال ميديا، القناه الاذاعيه وسط زملائنا المنافسين. فالحمد لله احنا مستمرين في تقديم افكار جديده ان شاء الله كتير. النهارده طبعا جوائز كتيره جدا، لو حضرتك هتدي اهداء لحد في الجائزه دي هيكون مين؟ حتى لو حد من اسرتك، حد بشكل عام. ما اقدرش اقول لانه كلهم زمايلي وكلهم اصحابي وكلهم يستحقوا النجاح الحقيقه. كل العاملين اذا كان ديكور، اخراج، فنانين، كله موسيقى، كلهم زمايلي واصدقائي وفعلا يستحقوا النجاح. السنه دي موسم 2023 موسم نفتخر بيه كمصر ان احنا عملنا موسم ناجح زي ده، لقى مشاهده من المصريين ومن الوطن العربي. شكرا حضرتك جدا، بالتوفيق. شكرا.